انضمت الجامعة الوطنية لموظفي الجامعات الترابية وتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر ولاية جهة الشرق. هذه الوقفة الجهوية اللي كتجي في سياق مجموعة من الوقفات اللي دعت لها النقابة على المستوى الوطني بالتزامن مع الإضراب الوطني أيضا اللي دخل فيه الموظفين ديال الجامعات والمستخدمين ديال الجامعات والتدبير المفوض أيام 26 و27 و28 دجنبر. الموظفين رفعوا شعارات عديدة تطالب بتحسين أوضاعهم إسوة بباقي القطاعات وبالخصوص قطاع التعليم، وأيضا شعارات تندد باستمرار إغلاق الحوار في وجههم، ويقولون بأن وزارة الداخلية لا تريد فتح حوار معهم يفضي إلى حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها الموظفون والمستخدمون في القطاع. كما رفعوا شعارات تطالب بنظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات الموظفين، ويستنكرون أيضا تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي اللي كان من المفترض أن يعني يتم الحديث فيه أو لا تفاوض بخصوص الزيادة العامة في الأجور. لمزيد من التفاصيل نستمع إلى الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجامعات المحلية سليمان قلعي لميكروفون كاب راديو. اليوم الجامعة الوطنية موظفي الجامعات المحلية الترابية والتدبير المفوض للمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تخوض على مستوى الولايات مقرات الولايات على الصعيد الوطني وقفة احتجاجية موحدة في إطار الإضراب الوطني لأيام 26 27 28 دجنبر، واللي كيأتي في سياق برنامج تنظيمي أعلن عنه المجلس الوطني. لماذا اليوم الإضراب ولماذا الوقفات الاحتجاج؟ لقد قمنا بمراسلة الوزارة منذ أبريل 2023 من أجل استئناف الحوار، راسلناها المرة الأولى ثم تذكير، ثم خضنا أشكال احتجاجية رمزية كاعتصام المكتب الجامعي أمام مديرية العامة للجامعة الترابية، ثم انطلقنا بعد الأذان الصم للوزارة في تصعيد خطواتنا النضالية واللي مقبلة على أشكال أكثر تصعيدا. اليوم كنحتجوا من أجل المطلب هو لا يردد ولا وجود له داخل القطاعات الوزارية، اللي هو مطلب فتح الحوار القطاعي. اليوم كنلاحظوا في مجموعه ديال الوزارات الحوارات القطاعيه مفتوحه والاحتجاجات قائمه، نحن الحوار مغلق، ويصرح وزير الداخليه على انه بصدد الانهاء ديال النظام الاساسي في مشاورات مع المسؤولين النقابيين. نحن لم نتشاور على اي نظام اساسي، ونرفض المحذر من مغبه اخراج نظام اساسي غير متوافق بشانه من طرف التمثيليات النقابيه ومن طرف النقابات اكثر تمثيليه. ثانيا نطالب بحل الملفات العالقه، ملف الاخوان ديالنا حاملي الشهادات الغير مدمجين في السلالم من المناسبة، واللي كيسمح اليوم التشريع القانوني الموجود بالقطاع بالتسوية ديالهم في السلالم المناسبة. أيضا بالنسبة للحاملي الدبلوم التقني، اليوم نعاني في الجامعة الترابية من نقص مهول في الأطور التقنية في الوقت الذي تتوفر الجامعة الترابية على حاملي الدبلوم التقني، يكفي تسوية وضعيتهم ولن يكلف ميزانية الجامعات أكثر مما يكلفه أشكال ديال التوظيف ديال التقنيين. أيضا اليوم أيضا حنا كنحتجوا على خريجي مراكز التكوين التقني اللي هما وضعي المشاريع ومسيري الأوراش اللي تخرجوا منهم، اللي تخرجوا كان مساعد تقني سابقا السلم 7 وطيلة حياتهم المهنية ترقوا مرة واحدة. لدينا حالة بالجهة اللي فيها 33 سنة وهي موظفة ترقت مرة واحدة. أيضا كنحتجوا من أجل تسوية ديال الملف ديال الأعوان العموميين خارج السنف، وأيضا نحتج على تسوية ملف خارجي مراكز التكوين الإداري اللي كانوا هما كتاب الحالة المدنية، واللي في 2010 جات أنظمة أساسية خاصة واللي كانت إجهازا على مسارهم المهني، واللي اليوم تعترف الوزارة في جواب كتابي لوزير الداخلية أنهم تعرضوا إلى حيف. إذا نطالب الوزارة بأن تحل هذا الملف وترفع الحيف الذي طلبه. أيضا نحتج اليوم من أجل أن يكون نظام أساسي على شاكلة باقي القطاعات الوزارية الأخرى، لسنا أقل شأنا بل نحن هم قطب الراحة في الوزارات، ونحن على أيدينا على أيدي الشغيلة الجامعية بمختلف الفئات ديالها كتمر جميع السياسات وجميع البرامج التنموية اللي كتنزل. نحن نرافق المواطن من ميلاده إلى لحده، نحن هم الذين نسجل ميلاد الولادات، ونحن هم الذين نسجل الوفيات ويحمل سائق سيارات الإسعاف الميت إلى قبره. نحن أيضا عندنا التقنيين اللي كيتبعونا المشاريع التقنية، وعندنا أيضا المسؤولين ديالنا المهندسين، وعندنا متصرفين، وعندنا جميع الفئات، وبالتالي تعتبر الأجور ديالنا أيضا هي أدنى أجور في القطاعات، وبالتالي الاحتجاجات ستستمر. Caprio.